ترنيمي وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمي جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم، مبسوط أكون معكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود. وترنيمتنا اليوم تقريبا من أحب الترنيم لقلبي، لأنه الإنسان اللي كلمتني عن اختبارها مع يسوع إنسان غالي على قلب الرب وغالي علي أنا كمان. إنسان عابري يعني أجت للمسيح من دياني من خلفية أخرى، هي كانت خلفيتها إسلامية، لكن هالترنيمة ممكن أقول وأشهد أمام المسيح أنه سمعت نفس الاختبار من خلفيات يهودية أجت للمسيح، والأهم أنه خلفيتي أنا اللي هي مسيحية لما عرفت المسيح تغيرت الموضوع. ما كانش موضوع أنه تغير دين أو تعتنق دين آخر، الموضوع أنك تعرف المسيح، وأنا في كل يوم بصلي أني أعرف المسيح أكتر. اسم الترنيمة وينك من زمان؟ ترنيمة فرح، ترنيمة كأنها almost أغنية بتفكرها لما تسمعها، وهي فعلا أغنية تعبر عن مدى شوق الإنسان لمعرفة يسوع. لما بيبدأ الخطوة الأولى معه ربنا بحط فيه شوق في قلبه أنه يعرف أكتر ويتعلم عنه أكتر. فلما قالت لي عن اختبارها قالت لي أنا كنت يعني كأنه وين أنت يا رب من زمان، وين متخبي عني من زمان. وذكرتني في كتاب المزامير اللي بيقوله في كتير مرات، بيقوله أين تختفي، وينك، أنت مش شايفني، أنت ناسيني. حلو عتاب الحب، بس هي عتابها من نوع آخر، بتقوله يا رب يا ريتني عرفتك من زمان، وينك. واللي كانت بتدور عليه لقته في يسوع. أنا كتبت بعض الأشياء اللي ذكرتها في الترنيمة، لقيت الأمان، الراحة، شفاء، شبع، ارتواء، فرح وسلام. وحاولت وبشكر رب لأنه ليه الفضل في كل شيء أني أكتب الكلمات هاي في ترنيمة بتعبر عن شوق الإنسان لله، وعن اللي بلاقيه لما بيقترب إلى هذا الإله العظيم وبعيش في علاقة معه. بقول له وينك من زمان، لما أنا عرفتك كنت أدور على أشياء كتير لكن لقيتها فيك. لو الكلام غريب عليك شوي، من فضلك اطلب يسوع في قلبك وصلي. مش عشان تغير دينك أو عشان تزيد المسيحية رقم، لا، عشان تتغير حياتك لو أنت محتاج تغيير، عشان أي شيء مذكور في هالترنيمة يكون لك في يسوع المسيح. إذا كان أمان، إذا كان سلام، إذا كان شفاء، إذا كان اطمئنان، إذا كان فرح، مين منا مش محتاج؟ ويسوع عنده هالإجابات وعنده هالأشياء كلها موجودة في شخصه. اطلبه اليوم، اطلبه وصلي له، قوله يا رب أنا بسمع عنك، بسمع عن يسوع المسيح مخلص. ما بعرف شو خلاص، وما بعرف شو مسيحية، وما بعرف شو كنيسة، لكن اللي بعرفه أنه أنا إنسان محتاج إلى حب، وأنت الله المحبة، محب الجميع. من فضلك تعال واسكن في قلبي وعرفني فيك، عرفني أنت بنفسك، وساعدني أعيش حياة ملؤها الأشياء اللي أنا محتاجها اللي انذكرت، وهي كلها تأخذها في يسوع. ساعدني يا رب أني أقدر أتغير فيك وأتغير معك وأتغير لشبهك، حتى تملى حياتي فرح وسلام. في اسم يسوع بصلي إلي وإلكم، آمين. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود.
زمان وانا ادور عليك ما عرفت الامان الا بين ايديك وينك وينك من زمان وانا ادور عليك ما عرفت الامان الا بين ايديك وينك قدرت استريح الا في المسيح لمسته شفاء لقلب الجريح ما قدرت استريح الا في المسيح لمسته شفاء للقلب الجريح وينك من زمان وينك من زمان وانا ادور عليك ما عرفت الأمان إلا بين ايديك وينك وجدت بيسوع شبع الكل جوع ولقيت ارتوى من اطهر ينبوع انا وجدت بيسوع شبع لكل جوع ولقيت ارتوى من اطهر ينبوع وينك من زمان وينك من زمان وانا ادور عليك ما عرفت الامان إلا بين ايديك وينك وينك من زمان وانا ادور عليك ما عرفت الآن إلا بين ايديك وينك غمرني سلام ما يوصفه كلام فرح لا ينتهي دايم على الدوام وغمرني سلام ما يوصفه كلام فرح ما ينتهي دايم على الدوام وينك من زمان وينك من زمان وانا ادور عليك ما عرفت الأمان إلا بين ايديك وينك وينك من زمان وأنا أدور عليك ما عرفت الأمان إلا بين ايديك أنا إلا بين ايديك إلا بين ايديك وينك والمقامات المستعملة في ترنيمة وينك من زمان مقام هزام على درجة المي يعني ارتكازه سيكا المي أو ربع تون مي إي ومقام البياتي على درجة السول قبل ما نسمع تقسيمي في المقامين بصلي ربي يكون معكم ويبارك حياتكم وبصلي لكل شخص لسه بتسأل وينك لسه بتسأل يا رب هل يا ترى أنت موجود هل يا ترى ممكن أتغير فيك ممكن أتغير معك أنا بقول لك عن اختبار أنه أنا سألت والرب أجابني بطلب أنه تسمع وتسمعي جواب في اسم المسيح عن قريب بصلي ربي يكون معكم ويبارك حياتكم دائما سلام المسيح.
حبيبي وعود.